أنا ودي أفهمه، أنت حاولت تربط بين نجد واليونان، اشرح لي الربط، ايش دخل نجد في اليونان، ايش الرابط بينهم؟ الثقافة المطمورة تحت الأرض في نجد لها نظائر في الثقافة اليونانية. لا أدري هل اليونان مؤثرة على نجد أم نجد مؤثرة على اليونان، أو هو تلاقح حضاري. مثلا لما نقول مثلا بعل، تخبر من أول اللي بعلون برا، الزرع اللي بعل على المطر، ما أدري تذكر أنت ولا مشكلتك كذا أنت. من أول في موسم الأمطار يطلعون للبر ويحرثون الأرض ويبذرونها وتنبت على المطر، هم ما يسكونها ولا هذا يسمونه بعل. وشو بعل؟ الإله بعل، الإله بعل، يعني إنهم يتركونها لعناية الإله بعل. ها بعدين أنا أذكر أنهم نول إلى بدأوا يختمون، ما أدري تذكرها، حرث الأرض، يا ولي السماء تجعل عيثري، أي أن هذا الزرع إن شاء الله أنه يكون عيثري. عيثري هذه هي إشتارت، برضو إلهة الخصب. النار يقولون أنك ما لازم أنك تضرب النار، لأن النار مقدسة، يقولون أنه يجيك جني، لا، لأن النار كانت مقدسة. طبعا حنا نفكر أن محمد بن عبد الوهاب قضى على كل مظاهر الشرك، هو قضى على المظاهر البينة السطحية، لكن في أشياء يعني كان في أنت تتحدث الآن عن رواسب وثنية عميقة موجودة جدا بالثقافة الشعبية اللي ما ينتبهون لها العلماء والناس اللي أنت ما أدري تذكر ولا لا. حتى من أول أذكر إلى بدينا ناكل، ناخذ شوي من المرقوقة ونقول عن عين إبليس، هذا نوع من العبادة، هذا نوع من التبجيل، هذا نوع من التقديس. فلما المشكلة أنه مشان تجد الأشياء هذه لازم تبحث فيها في القضايا اللي الناس ما يهتمون لها. النار ما هو اللي طلعت عنه قالوا فلان يخبط الرماد ولا يسمي الرماد، لأن هنالك آلهة النار التي تحرسها، فالنار مقدسة والرماد مقدس، ما لازم أنك تستهين فيه وتقدر تخبط فيه. يعني أشياء كثيرة يمكن أننا وهذا واليونان إيش الربط مع اليونان؟ لأن آلهة النار، لأننا عندنا معلومات إثنوغرافية عن اليونان القديم، إذا رجعنا إليها شفنا إنها مفاتيح يمكن أن تفسر هالظواهر اللي حنا مثل قاع، حنا نسميها قاع الأرض قاع صحيح، اليوناني يسمونها دا جي اي قاع، هي قاع قاع. ولذلك أنا دائما أحاول أعقد مقارنات بين ثقافة اليونان وثقافة نجد، لأن هنالك يعني مجال واسع للمقارنة ومن ثم التفسير، يعني أشياء ما غامضة عليك يمكن بهالطريق عن طريق المقارنة يمكن تستطيع أنك تفسرها وتقول هذا هو المعنى الحقيقي لها.